أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية على برنامج وورد. أهلا بكم من جديد. في البداية نحب ننوه أنه جميع المرفقات الخاصة بهذه المحاضرة بإمكانكم تحميلها بشكل مجاني من خلال الرابط المرفق مع هذه المحاضرة. ايضا كذلك نحب ننوه انه هذه الشهادة ممكن تكون شهادة شكر او مشاركة او ممكن شهادة كورس تدريبي او حتى ممكن تكون شهادة مدرسية. نبدأ اولى الخطوات واللي هو تغيير اتجاه الورقة. طبعا نذهب الى قائمة التخطيط ومن ثم الاتجاه نختار افقي. نتأكد من الحجم A4 ومن ثم من ادراج صورة ومن ثم نضيف الصورة الباكجراوند اللي هي الخلفية. راح نضغط على الصورة كليك أيمن ومن ثم التفاف النص وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نضيف النص من خلال إدراج مربع نص. راح نكتب شهادة شكر. طبعا راح نكبر حجم الخط ونغير نوع النص، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. راح نختار لون النص اللي هو راح يكون مثلا اللون الجوزي، هذا هو اللون. ممكن يكون هذه الطريقة، لا بأس انه نختار ظل، ممكن بهذه الطريقة. جيد، ممكن نستنسخ النص ولكن راح نلغي الظل من تأثيرات النص. ظل راح يكون بلا ظل. راح نضيف النص، طبعا راح نغير نوع الخط، نختار خط آخر. راح نصغر النص إلى مثلا 36 بهذه الطريقة. طبعا راح نكتب الاسم، مثلا اسم عشوائي، مثلا هذا الاسم. طبعا راح يكبر الخط وراح ينضاف بولد، نص او خط بولد بهذه الطريقة. طبعا ممكن نختار 60. جيد، وطبعا لا بأس انه نقلل من التباعد، والافضل هو انه نضيف النص او الاسم بشكل مفرد بهذه الطريقة. طبعا ولا بأس يكبر اكثر. فطبعا هذا النص الاول يكون اصغر شوية هذا الشكل. طبعا اذا لاحظ انه النص لايت نختار ريجولر أجمل. بنفس الطريقة أيضا نختار النص ريجولر يكون أجمل. جيد، الآن راح نكمل النص. جيد، الآن راح نضيف نص، راح نكتب مثلا علي موسى باسم مثلا المدير مثلا. طبعا لا بأس انه نصغر الحجم من خيارات تباعد الاسطر. مفرد نخليها متعدد ونكتب 0.8 مثلا بهذه الطريقة. طبعا اللي هو راح يكون طبعا التوقيع، وطبعا هنا راح يكون التاريخ مثلا 22/5/2024 مثلا، هذا راح يكون التاريخ. طبعا مثل ما نلاحظ تصميم أنيق وبسيط واحترافي بنفس الوقت.